هيك اتفقنا مش على السكرتيرة. شو حكينا قبل ما نروح على حلب؟ ليش شو صار؟ ما بدنا حلب. اطمنوا ما عنده مانع يلبس قصير. تأخرت المدام. صارت لتجي. صار ليش تأخرت؟ على كل الأعلى معك ما بتمنى. شكرا. بتعرفي يا أنسة، الواحد بس يشوف الشباب اللي مثل حكايتي ترت له الروح. بركة فيكم. شباب مكافح بياكل من عرق جبينه. الله يخليك. نيا للمدام. على شو؟ تصبح فيكي كل يوم وبتتمسك اليوم. من لطفك. بعطيك الدبل. تأخر أبو كيروز بالقهوة. يا أبو كيروز. لك شو بدك بأبو كيروز؟ من حسن حظنا. ما بصير، لازم تصير القهوة على حالك. شو شغلته هو؟ قول متى الرمضان رجع معك يا عم؟ يعني بلا القهوة هلا وخلينا نرتاح من شفته. إذا ما بده يشتغل يروح يقعد ببيته. مو ضروري يا آنسة. هاي ريحة عطر يا بني آدم. انت مين جاب سيرتك يا أفندي؟ فكرت أبو كيروز بديش درج ما بفكر قبل ما يحكي. شوفي لقلك، ما بدك تحطيني محلة لا تحطيني، بس أنا بدي أختي كوثر تبطي. لك مين بده يقعد محلة؟ حطي سكرتيرة. أصلاً أنت هذا اللي بدك توصل له. أنا بعرف ليش بدك تحط سكرتيرة. أمي أنا ما بدي أحط سكرتيرة مشاني. لا ما بدي أحط مشاني، بس أنا ما برضى لأختي كوثر تشتغل هيك شغلة. ليش؟ أختك نازلة بسلوفان؟ مساك ودي لي الكندرة وجيب لي شحاط يا واه. سلوفان؟ ماما جميل معه حق. ليش بقى بعدين؟ ما في واحد من اللي بيجوا على الشركة بينهضموا لا من باب ولا من طاقة. تقبريني أنت بس قولي لي اللي عم يتحركش فيكي بخرب لك البيت شيلته. يا ريت وقفت على هيك. شو في كمان؟ واحد منهم بيعطيني رقم تليفونه وبيضرب لي معه شكل. أنت قولي لي على اسم واحد منهم، شوفي شو بيعمل لك فيه. عندك مثلا برهان بيك. لا برهان بيك ما بنستعجل نحكي معه، شنو قلنا عنده شغل بأربع ملايين. شفتي ما بنقدر نحكي، شو الحل؟ امي يا امي ان شاء الله بتكفيني يا امي، شو لبق لك كلف الطاقه. بتعرفي امي احسن شيء احسن شيء انه تحطي سكرتيره، لازم تحطي سكرتيره. وانت ما تضربي لك على شيء واحد من هدول، هدول كلهم من الرعية، شو بدك بهالغج الغر فرج؟ اولا كل واحد منهم لا تعصر على افراسه وعم تلمع مثل طنجره تنحاس، ثانيا كل واحد منهم بفكر شو عمله بربع ساعه وكل ما فشخ فشخه بنط لسانه شبر، وثالثا ورابعا وخامسا بدي فرج، بدي اياه بدي اياه وبحبه، لو قطعوني شاف قولوا حسابوني. خلص بقى تضربي انت وياه. امي حلوة هي. شو يعني غش؟ يعني غر. وغر؟ يعني اطلق. لا مو حلوة. امي اصلا انا من هلا مستقيلة. ولك حدك 60,000 جهنم. شو قلتي شو رأيك؟ امي امي لازم تحطي سكرتيرة. امي تصير يحترموا الشركة. امي وتحطي لك كمبيوتر وفاكس وبيجر وبليب. امي وتصير تفوت لك الموصل نفط قلب لك الوراق شغلة تاخد عال. حلوة كتير كتير امي. لك شو نسيتوا انه انا عندي شركة؟ امي هلا ابو فايز وابو ياسر رح يعارضوا، ما بيسترجوا اصلا قدامك يعارضوا. عم تشوفي للغج؟ عم شوفك.
ايه انا طلبت قهوه شي ما بتعرف انه معي ضغط. المدام قالت لي جيب ثلاث قهوه. ما بدي، بدي زهورات. ما في زهورات تشرب قهوه. لا حول ولا قوه الا بالله. بطل. حدا بيعرف كلمه كتبها تلت احرف؟ سجلها دونها. طالع منها شي حرف؟ تاني حرف واو. لك ضروري تحكي. مو واو، جيم جيم. سجل انسب شي مبينه ودونها كمان بتزبط. قلت لي بتزبط كمان. اذا بشوفك مره ثانيه عم تحل كلمات متقاطعه ما بتكون مبسوط. بعملك مربعات مربعات، شي ابيض شي اسود، وببدا بالافقي بنتهي بالعمودي. احيط عمودي خطوش بدك انا. يلا يا حضرات، في عندي اجتماع، تفضلوا. ان شاء الله ما في شيء. لا ان شاء الله ما في شيء، بس بنتي كوثر بطلت تشتغل هون سكرتيره بالشركه. ايه شو عليه؟ خليها ترتاح. بس مين بده يستقبل الزباين ويرد على المكالمات؟ مزبوط، هي ما فكرنا فيها. ايه بسيطة، كل يوم بيقعد واحد منا. لا هي ما بتزبط. لك شو العمل؟ الاولاد عم يقترحوا انه نحط سكرتيره. ما نحط. ما نحط. أنا جاي آخذ رأيكم، بهمني رأيكم. أنت بتفصلي ونحن بنلبس يا ست الكل. وأنت شو رأيك أبو فايز؟ أنت بتفصلي ونحن بنلبس يا ست الكل. هلا أنا جايبتكم مشان تقولوا لي أنت بتفصلي ونحن بنلبس يا ست الكل، منحط ولا ما منحط؟ هلا أنت شو رأيك؟ هو بصراحة نحن لازمنا سكرتيرة. منحط. بس المشكلة ما منحط. لا شبك انت وياه، اتنط ما تحط، منحط ولا ما منحط؟ هو اذا كوثر بدها تترك خلينا نحط. ايه وانا بقول هيك كمان، خلينا نحط. معناتها خلينا نعمل اعلان لنحط سكرتيرة، المطلوب سكرتيرة. وانتي قلتي كوثر كوثر كوثر. شفتي شلون؟ شفتي شلون خليت لك امي توافق انه نحط سكرتيرة؟ زمان كان لازم نسوي هالشغلة. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله اللي في رجال بالبيت وكل بده ماشي. مين قصدك؟ ابو كيروز ما؟ لك ابو كيروز، ابو كيروز، ابو كيروز ختيار. وابو فايز وابو ياسر ختايره. لك مين جاب سيرة ابو فايز ولا ابو ياسر؟ عم اقول لك واحد عندنا بالبيت. بس عرفته، فرش. يخرب بيتك، يخرب بيتك على هالمخشوص ميك، عم تلفي وتدور كثير. عم اقول لك واحد منا. جميل، عيب تحكي عن امي هيك، شو رجال؟ وليه؟ وليه؟ مش بدك كفر لك اسنانك ها؟ لا. ما تفكري حالك انه كبرتي ونضفتي بنزلك دم بتمك ها؟ عم لك حلا بالبيت. قصدك انت؟ كوثر ليش مو مبين علي انه رجال؟ بلا بلا، بس ماما ما بدها تحط سكرتيره لانه انت حكيت. يخرب بيتك شو؟ ايه يخرب بيتك شو؟ يا الله يا الله. شرفوا، تفضلوا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وهي قاعده مين؟ شو صار؟ مختلفين على مواصفات السكرتيره. شلون مختلفين؟ ابو فايز بده اياها شقره، ابو ياسر بده اياها سمره. هو انا ما عندي مانع تكون شقره، بس المهم يكون جسمها معبى. شو الحكي انت الثاني؟ شو جسمها معبى؟ لازم تكون نحيفة مشان تتحرك بسهولة حتى لو كانت سمراء. ايوة، وانت شو رأيك بعديقة ازراعي؟ انا؟ امي انا ما عندي مشكلة ان كانت شقرة ولا سمراء، المهم تلبس قصير او فيزون. أهلين أبو كيروز. لو ما معي ديسك كنت عاونتها. هلا صار معك ديسك، ما افتح باب الشقة. افتح. جزيرة بالمحيط الهندي، أربع حروف تشتهر بالشاي. طالع منها شي حرف؟ ألف. أرواد. أرواد، مزبوط مزبوط. عاصمة طغسان سبع حروف.
سبع حروف طالع منها شي حرف؟ اخر اربع حروف العب. العب بدي اقلع رقبتك. افتح الباب تفرج علي. ما هي افتح الباب تزودت منك. اجا فراج هلا بحلها للمشكله. شوفك فراج ليش تعبان كنا هالقلب؟ يا رجلي كشفولك مرت عمي؟ كسر لك رجل بنتي. كسرها عمرك. طالع على الطابق السابع وحاملني شي 100 كيلو، شلون ما بدي اتعب؟ اه؟ وان شاء الله طالع على الدرج. لكن على شو بدي اطلع؟ على حمار؟ لمين اخترعوا الاسانسيرات لكان؟ مرت عمي انا معقد من الاسانسيرات. يا بتنقطع فيكي الكهرباء وانت بنصه. يا بينقطع فيكي الكبل بتسلتي من فوق لتحت. يا بتفتحي الباب بتلاقي لا في بلوط الجبل ولا اسانسير وبتتكرفتي من فوق دش لتحت. يا بتصيري كباب يا كبه نيه، اختاري. لك خلاص خلاص أريضا شو بتسوي الدنيا بوشه للبني آدم؟ ما بيصير هالحكي يا فرج. حلك تمشي مع التطور. لازم تتعود يعني. حلك حلك يعني. ما عم جيب شي من عندي أنا. هالسنة صار رايح له 8 قتلة بالأسانسيرات، 4 منهم رجال من معارفي و4 نسوان مو من معارفي. كذاب بيعرفوا. لك خلصنا بقى أنت وياه. والله عال يا عيني يا حسن دعايه للشركه تبعنا. شو نسيت انه نحن مستوردين نص الاسانسيرات يلي بالبلد؟ هلا خلصنا انت وياه وبلا اخذ وعطا، خلي الاستاذ فرج يدلي بدلوه. دلوه؟ حلوه دلوه. صحيح شو القصه؟ ليش مجتمعين؟ خير يا طير؟ ابو كيروس ابو كيروس خرطوش بردي. تعا ساوي لنا قهوه. على راس ابو كيروس. قررنا نحط سكرتيرة بدال كوسار. بدال كوسار؟ عين العقل عين العقل مرت عمو. بس مختلفين. ابو ياسر بده اياها سمراء وابو فايز بده اياها شقراء. وجميل جميل شو بده اياها؟ انا المهم عندي تلبس قصير. ان شاء الله عمرها ما تلبس. شو بدكم تجيبوا سكرتيرة ولا عروس؟ طيب احكي بهمني رأيك. انا بدنا نكتب الاعلان. هلا كل هالحكي بلا طعمه. المهم تكون بتعرف تحكي انجليزي حكي وطبع، بتعرف كمبيوتر، وبعدين شو ما كانت تكون ان شاء الله تكون جاجه منتوفه. جاجه منتوفه؟ شو هالحكي اللي عم تحكي؟ ضلني انت الناحيه الجماليه ما بتهمك كثير. يا اخي مهمه يعني، بس ما بيجوز تحط بالاعلان انت شقره ولا سمره طويله ولا قصيره، بتلبس فيزون او كعب، بعدين بتحط بكعب الاعلان من تحت للمعلومات الاضافيه الاتصال بالرقم كذا. وبعدين يعني من شان شو هذا الكمبيوتر؟ مزبوط، احنا ما عندنا كمبيوتر. شو بدنا نضلنا حواش؟ يوما ما رح نجيب كمبيوتر يوما ما مشان نمشي مع التطور. حلنا يعني حلنا. امي هلا مش عنا اي وحده. يشهد الله اذا بتتدخل. ما بتعرف شو بيصير لك. ها انا فعيت هلا احلى مقلى من تعبك. امي يا امي صار عندنا مصنفات خير الله. شو هاد مصنف جديد كمان؟ ايه بس ما بدنا. جابت لنا وحده صارت على وش التقاعد. نحن شو بهمنا بالسن؟ بالعكس بجوز يكون عندها تجربه. تجربه؟ لا عندها تجربه ولا شيء. لساتها مدموزيل. خلاص ولا بلا ليت أداء. نحن بدنا سكرتيرة ما بيهمنا غير شيء. أمي لا تعرف إنجليزي ولا تعرف آلة كاتبة. أهي يا مقواص شو عرفها؟ أمي شو عرفني من موديل مبين. على كل حال أمي هدول اللي يعني ثلاث مصنفات أنا اللي حطت لك عليهم النجمة متوفر بصاحباتهم الشروط اللي بدنا إياها. ما أنت ليش تعذبي حالك وتدوري؟ أمي ما في غير هدول الثلاثة خرج. خرج شو عرفك؟ كل وحدة عليها جسم بيطير ضمانات العقل. شوف الصور كلياتهم حلوين. شو بدك من الصور؟ كل وحده جايبه صورتها قبل 20 سنه، انا امي شفتهم على الهواء لما جابوا المصنفات. نحن اتفقنا اهم شيء الكمبيوتر والانجليزي والاله الكاتبه. كلهم بالهبل بالانجليزي ولا يهمك يا مو. طيب خذ بقيه المصنفات اتركني افكر على مهلي. امي لازم تفكري بسرعه، الشركه بلا سكرتيره لازم تباشر بكره. خلاص ما مفكر. فردوس فوفيه كل ارقام التليفونات موجوده بقلب المصنفات، لا تبكي حالك. هذا اتركه. اتصلتي؟ ايه اتصلت. يعني انحلت مشكلتي اخيرا؟ انحلت. وانو ساعة جاي؟ الساعة 10. قولي بعد ساعة يعني. الو اهلين ابو ياسر، الحمد لله على السلامة. عال كتير منيح، امتى رجعتوا؟ ايوة
القهوة مبارح بالليل. لا 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 تحكي لي شي هلا، بس تجو بتحكي لي بالتفصيل. ايه هون ماشي جميل. ايه تعال احكي، بده اياك ابو ياسر. استنى. الو، الحمد لله على السلامة. شو؟ لا مثل ما اتفقنا. ايه مثل ما اتفقنا. ايه نعم، بريجيت باردو معباية، بس يعني مو معباية كتير، النص يعني. ايه لا لا، ولكن لك فكري مثلها من فوق مثلها، بس من تحت مو مثلها، لا اكتر شوي. ايه ساعة عشرة، الساعة عشرة وبيقى لأنتك. مع السلامة. مع السلامة. شو كنا عم نحكي؟ عم يسألني إذا عبينا مازوت. فروج أضحكت لك عليها، قلت لها عم يسألني إذا عبينا مازوت. طارق بعد خمس دقايق بتوصل السكرتيرة. اتصل، أنا ما فارقة معي. أنا فارقة معي، يعني ضروري الواحد يتصبح له بشي وش حلو. تعال شوف مين هالعطور. هذا تبع الدعاية. لما بمشي على الرصيف بيلحقوني كلهم 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 كلهم. شو شمني؟ بخاف فروز. اعطيني منه. اعطيك منه؟ اعطيني منه، الله يعافيك. حلوة. معقول يا خو؟ خلي بخل. حرش. لا تقول لأختك ها؟ تضرب انت واللي اعطاك كالونيا، العمى ما فيك بايقة. وكلهم كلهم كلهم البيبي شيء فوت. استنانا بالغرفة هلا، نحن جايين وفد مهم بدنا نستقبله. لك هذا الاستاذ محروس السكرتير. انو سكرتير؟ السكرتير اللي نعت المدام. بس انت لا اتصلت ولا جبت مصنع. لا امبارح اتصل بغيتك وانت ما كنت هون وانا رديت عليه. وين جاب المصنع؟ امبارح وانا اخذته منه وعطيته للمدام. بس نحن طالبين سكرتير. ما قريت التأنيس بالاعلام؟ قريت، بس قلت لحالي خليني اضرب هالعجينة بهالحيط، والظاهر لزقت. لك شوفي ليش صوتكم طال؟ هيك اتفقنا مشان السكرتيرة. شو حكينا قبل ما نروح على حلب؟ ليش شو صار؟ ما بدنا حلش. اطمنوا، ما عنده مانع يلبس قصير. قصير؟ لازم يلبس ملاية. إذا لا ملاية على طوله. أبو كيروز اعمل لي اثنين قهوة وجيبهم على مكتبي. خرطوش فردك أنا. وأنت لحقني.